أظهرت تقارير لوزارة الدفاع الأمريكية أن روسيا تجهز خططا برية لتقوم بها قواتها بين حمص وإدلب بعد إرسالها تعزيزات عسكرية إلى المنطقة قبل أن تقوم بقصف تلك المناطق، وهو الأمر الذي أكده حلف شمال الأطلسي. في هذا الصدد دعا 41 فصيلا من ثوار سوريا في بيان مشترك إلى تشكيل تحالف إقليمي ضد ما وصفوه بالعدوان الروسي والإيراني، متهمين موسكو باحتلال سوريا واستهداف المدنيين. وجاء في بيان الفصائل التي ينضوي معظمها تحت مظلة الجيش الحر أن المدنيين كانوا مستهدفين مباشرة وبطريقة تعيد إلى الأذهان سياسة الأرض المحروقة التي تبعتها روسيا في حروبها السابقة. معي من عمان الرائد عصام الريس، المتحدث باسم فصائل جبهة الجنوبية. أهلا بك معنا سيد عصام. هل من حديث مع روسيا؟ بالواقع ما في حديث مع روسيا لا سابقا ولا لاحقا، وكيف بده يكون في حديث مع روسيا وروسيا عم تقول انه ما في جيش حر، او انه وجد عم يصرح امبارح وزير الخارجيه الروسي بيقول انه نحن مستعدين لشراكه مع الجيش الحر لايجاد حل بسوريا او لمكافحه الارهاب. لو كان هو جاد بمكافحه الارهاب كان بيعالج مسببات الارهاب اللي هي الحرب الفوضى اللي خلقها دكتاتور بس ليبقى بالسلطه. لو كانوا السوريين مع بشار الاسد ما كان بشار الاسد بيجيب الايراني وحزب الله وروسيا مشان يخلوه في السلطه فقط. واذا كانت روسيا بتعرف الارهاب مثل ما عرفها بشار الاسد انه الارهاب هو المدنيين اللي نزلوا على تظاهروا في البدايه وطالبوا بالحريه، هو دعاهم الارهابيين والمندسين، اذا كانت روسيا عندها نفس التعريف فمؤكد الطائرات الروسيه ما راح تستهدف شيء من الارهاب من داعش ولا هنالك، راح تستهدف فقط المدنيين والجيش الحر اللي هو العدو الرئيسي لبشار الاسد. نعم. طيب صحيح بانه تصريح الروسي امبارح كان عباره عن انه سيكون في حوار او تفاوض مع الجيش الحر ان وجد، ولكن قبل بيوم اعتقد كان اعم، يعني انه سنتناقش او نتحاور مع الجيش الحر في حال اعيد هذا الحديث. هل ستقبلون بالتفاوض مع روسيا سيد عصام؟ التفاوض مع روسيا بالوضع الحالي هي عدو وغازي ومهاجم للمدنيين والشعب السوري غير ممكن. التفاوض مع روسيا ممكن بحالة واحدة فقط، إذا كانت روسيا آتية لتزيح بشار الأسد من السلطة وبالتالي لعمل على 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 الانتقال السياسي هو فقط الكفيل بإنهاء الحرب في سوريا. طيب بهذه الحالة وكونوا موقفكم واضح وثابت، ما الخيارات لديكم الآن وكيف تغيرت استراتيجيتكم اليوم بعد هذا التدخل الروسي؟ الاستراتيجية نفسها، لأنه نحن بالأساس ما عندنا سلاح دفاع جوي نقاوم فيه طيران الأسد وبراميل الأسد اللي متفجرة برمية فقط على المدنيين. نحن نفس السياسة عم يعني نحاول نغير المواقع، لأنه اليوم الطيران أدق والانفجارات أقوى وفي خبرات طيران روسية صارت بالأرض السورية، وهلا في تحضير بري أيضا لروسيا تدخل بحريا وبريا. نحن الامكانيات اللي عندنا هي امكانيات تمويل، الامكانيات اللي عم نقاتل فيها من 4 سنوات، هي الامكانيات هزمت ايران وهزمت حزب الله، وإلا ما كان الاسد محتاج لروسيا تتدخل مشان تنقذه بالموقف اللي هو اضعف ما يمكن عليه. اليوم نحن بدي احكي عن الجنوب، واقع الجنوب لازم الكل يعرف انه حاليا ما في بالجنوب شيء اسمه جيش سوري او دفاع وطني مثل ما بيتردد. في 20% سوريين هن بقيه المتطوعين اللي ما قتلوا لسه بحرب بشار الاسد، وفي 80% فقط ميليشيات افغانيه وايرانيه وحرس ثوري ايراني وحزب الله. هذا اللي عم نشوفه على الارض وهذا اللي عم نقدر نهزمه ونحقق انتصارات. انا عم بحكي معك هلا واليوم الطريق عم ينفتح من القنيطره باتجاه غرب دمشق، عمليات القنيطره مستمره، تحرير سلال عم تستمر يوم بعد يوم. اذا كان الروس كل هذا ما شافوا الجيش الحر ففي مشكله يبدو عندهم بالابديت تبع معلوماتهم ليشوفوا وين الجيش الحر. طيب إلى أي درجة يعني هذا يتعبكم بالنهاية؟ ضغط كبير سيد عصام، يعني على كم جبهة تقاتلون اليوم؟ كم تقاتلون النظام السوري؟ تقاتلون داعش؟ تقاتلون اليوم روسيا، إيران، حزب الله؟ بالحقيقة اللي عم تضربهم داعش اليوم بالشمال السوري هن اللي طردوا عم تضربهم روسيا، هن اللي طردوا داعش من 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 الشمال السوري ب 2014 بالشهر الأول 2014، 48 ساعة طرد داعش من حلب وإدلب من فصائل الجيش الحر. هاي الفصائل اللي عم تستهدفها اليوم روسيا مثل كأنها عم تنتقم لداعش. نحن من 4 سنوات لليوم سيدتي ما في، الثورة السورية تركت، خذلت، المجتمع الدولي قال الكثير وفعل القليل، وبالواقع لم يفعل شيء. اليوم وقت الافعال، البيان مطلوب منه تحرك حقيقي، اذا كان هلا فعلا جادت المجتمع الدولي بانه يوقف النزيف السوري ف
الآن هو وقت للأفعال وليس وقت للتصريحات وللأقوال. ما بيطير الروسي بدون موافقة الأمريكي، ما بيطير الروسي بيضرب مقرات داخل الأرض السورية بدون إذن التحالف الدولي اللي عم يستهدف داعش، لأنه هذا الكلام عسكريا لا يصح. طيب بالنسبة للبيان، هل من أي صدى حتى اللحظة عليه فيما يتعلق بهذا التحالف الإقليمي الذي تطالبون فيه أم ليس بعد؟ لا يوجد هناك أي صدى حاليا، لكن هو فقط موقف واضح. نحن موقفنا واضح منذ 4 سنوات، والآن نكرر وضوح الموقف. موقفنا واضح الآن الحل الوحيد للأزمة في سوريا أو محاربة الإرهاب أو إنهاء الإرهاب الموجود في سوريا الذي خلقه النظام، نعم، هو إزالة المرض وليس معالجة الأعراض. روسيا والمجتمع الدولي اليوم تركز على الأعراض، الأعراض يمكن أن تزيل المرض. الداء موجود في وجود بشار الأسد ديكتاتور، نعم، يحاول البقاء في السلطة، وتدعم روسيا الآن بطيرانها وقريبا بريا وضحيا. أنا أشكرك جزيلا من عمان الرائد عصام الرئيس المتحدث باسم فصائل الجبهة الجنوبية.